هل بدا الرئيس ميشيل عون نرجسيا في خطاب الوداع؟ تلعثمه عند الحديث عن الحاكم المركزي، على ماذا يدل يا ترى؟ ما دلالة الإيماءات الغريبة التي قام بها وشربه للماء؟ هل فعلا بدا خائفا ومرتبكا؟ هل بدا عليه الانتصار أم الهزيمة؟ وهل كان صادقا أم كاذبا؟ ماذا يختلف خطابه عام 2022 عن خطابه المصيري عام 88 و89؟ سنغوص معكم في خطاب ميشيل عون الوداعي، ونستكشف معا ماذا خبأت لغة جسده وإيماءاته وحركاته وكلماته وتعابير وجهه، وماذا كان يدور في عقله الباطن ربما. فصدقوا، ما خفي كان أعظم. على ما شفتم تبغضوني. نبدأ في المضمون قبل الغوص في لغة الجسد والتعابير الخارجية. فقد أعاد الرئيس ميشيل عون استخدام عدة مصطلحات كانت ثابتة في قاموسه ولم تتغير مع الزمن، خصوصا في أغلب خطاباته المفصلية كتلك التي أطلقها عامي 88 و89 كالكلمات التالية. مثلا كلمة المقاومة عطول كان يكررها الجنرال عون، عطول كررها أكثر من مرة. رجال مقاومة بقاوم، نحن عم نقاوم. المقاومة جزء من دمي وفكري وعقلي. عندنا خيار واحد هو المقاومة. أنا بقاوم وبطلب من البقية يساعدوني. المواجهة والمقاومة، وسنجعل المواجهة صعبة. كلمة أنا وأنتو، أنتو وأنا، ميشيل عون ومن معه. هالمرة ما استخدم كلمة ميشيل عون، ولكن عطول عم كان مصر أكثر من مرة، 3-4 مرات بيقول أنا وأنتو. أغلبكم كان معي بالمعركة الأولى. منو شعب لإلي مثلي، أنا منو. أنتو رفاقنا. أنا معكم. أنتو معي وأنا معكم. تنتلاقى نحن وياكم، اشتقنا لكم. كلمة مواقف كتير بيركز عليها، وكلمة جهود وكلمة نضال وكلمة إصلاح. المرحلة الثانية فيها نضال. أنا بعرف حقيقة الموقف. بده مواقف. أنا ما بدي موقف عالمي من حدا جديد. نضال قوي، بده جهود. كلمة إصلاح حقيقة استخدمها بالخطابين سنة 88 وسنة 89، يعني أيلول 88 وأذار 89، وكمان بالخطاب الأخير كلمة إصلاح. هذه من الترانسبورتس، من الكلمات، من الأدبيات الثابتة الظاهر عند الجنرال عون. هل يمكن تحقيق الإصلاح؟ بده إصلاح. ما الإصلاح للدولة؟ اللافت أن هنالك كلمتين جديدتين أضافهما ميشيل عون على خطابه الأخير، وهما كلمتي الفساد، الفساد، والمنظومة الحاكمة. المنظومة الحاكمة. من يدقق في خطابات الرئيس عون السابقة، فالرجل يتحاشى ذكر خصومه وتسميتهم بشكل مباشر، لكن كان لافتاً هذه المرة إتيانه على تسمية جهتين تزعجانه: المصرف المركزي مسروق ببنك المصرفي، ومجلس القضاء الأعلى. رئيس مجلس القضاء الأعلى. ولسخرية القدر أن ميشيل عون تلعثم بشكل كبير عند الإتيان على ذكر اسم حاكم مصرف لبنان. حاكم المركز، حاكم المصرف المركزي. قد تكون امتعاض نتيجة لم يخفى على أحد بالفترة الأخيرة موضوع لعبة الدولار، أنه مجرد ما يفل الجنرال عون رح ينزل الدولار، وهيدا العهد هو العهد، هيدا الشيء اللي كان، هيدي حملة لم تخفى على أحد. ممكن هو يكون ممكن يكون حامل عليها كتير، وإن كان هو وإن كان التيار بهذا المحل. وموضوع مجلس القضاء الأعلى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طبعا كلنا بنعرف موضوع التعيينات والتعيينات القضائية، فممكن هو يكون إذا بالدارج حاطط بقلبه هودي الموضوعين. في المضمون كان لافتا طغيان صيغة الغائب على خطاب ميشيل عون الأخير، فسيطر على كلامه منطق المنظومة الحاكمة أو الآخرين لدى كلامه على الخصوم السياسيين أو الفاسدين، فكان يحيد نفسه بشكل لافت عن الحكم ليعيد تبرير منطق ما خلونا محاولا تجاهل 6 سنوات من الحكم. هن اللي سرقوا الأموال، هن اللي أخذوها، هيدي نموذج من المسؤولين الأول في الدولة. بموضوع المضمون والأسلوب، ممكن يكون هيدا مؤشر ممكن للتهرب من المسؤولية. عطول هن المنظومة الحاكمة، وكأنه هو لم يكن أبدا بالسلطة، هو كان ضمن بين قوسين معارضة إذا صح التعبير، وهو كان بموقع محاربة هذه المنظومة. في مثل تحييد لأي مسؤولية، لأنه عطول عم بيحكي عن صيغة الغائب، صيغة الغائب، صيغة الغائب.
ولاحظ الخبراء أيضا أمرا في غاية الدقة في خطابات الرئيس عون، وقد كشف هذا الأمر الكثير عن شخصية الجنرال، فهو دائما ما يسأل السؤال ويجيب عنه. مين حميه؟ مين شريكه؟ كله بالمنظوم الحكمي. كان عطول الجنرال عم بيسأل أسئلة، أو أغلبية الخطاب بيسأل سؤال وهو يمتلك الجواب، وهو اللي بيجاوب عنه، هو العارف دائما بالشيء. لماذا؟ لا، لأنه إذا كان في دلالة، في دلالة على عدم مرونة الجنرال عون، يعني نوعا ما مثل تمسك بصيغة موجودة عنده، قد تكون هذه الصيغة ممكن تعجبنا أو ما تعجبنا، ولكن من خلال أسلوبه هيدا اللي هو إنه بيسأل سؤال وهو الجواب عنده، وبشكل محدد، يمكن مش بشكل براغماتي موسع، إنه أنا عندي الجواب عطول، وكأنه هو المشروع تبعه شو ما كان، هو المشروع الوحيد للخلاص، لخلاص هذا البلد. ومن هذه الصفة هل نستطيع أن نستنتج أن شخصية ميشيل عون هي شخصية نرجسية؟ في دراسة أكاديمية عملت نوعا ما تؤكد أنه كل الأشخاص اللي بيتعاطوا بالشأن العام أو بيتعاطوا بالفن، بيتعاطوا بالشأن العام والتعاطي مع الناس، عندهم نسبة لا بأس بها من النرجسية. هل الجنرال عون شخص نرجسي؟ أنا بعتقد بخطابه الأخير ما كان عم بيأكد هيدا الشيء، بس ما كان عم ينفيه. هذا في المضمون، أما في الشكل ولغة الجسد فالتعابير التي تدل على الدقة والسيطرة كانت واضحة في خطاب الرئيس عون على الرغم من تقدمه في العمر. العمود الأول، لاحظ أنه أخذ وقت للتفكير بأي مصطلح قبل ما يقوله، يعني حتى لو أخذ الموضوع 3 ثواني أو 4 ثواني، ولكن كان عم بيدور على المصطلح يلي بيتناسب مع الوضع. كيف مسروق؟ مسروق بخزانته. وهيدا إذا كان مؤشر، كان بيكون مؤشر على الدقة وعلى السيطرة على الحديث يلي، أو على الكلام اللي عم بيقوله، على أدبياته وعلى مصطلحاته. نهدأ قبل ما نخلص. نبقى في الشكل أيضا، فقد تلعثم الرئيس عون كثيرا في كلامه وبدا للبعض مرتبكا، لكن كيف يفسر الخبراء ردة فعله وعلى ماذا تدل لغة جسده؟ بدلنا على في محلات كان يتلعثم أو يلخبط، ولكن الطريقة اللي بيتعامل مع هيدا اللعثمة كانت شغلة طبيعية أو كانت نتيجة عمره، لاحظ كيف بيتعاطى مع هيدا الموضوع، بيبتسم بكل بساطة. حتى بلغة الجسد في شيء لافت، بلغة الجسد أغلبية الوقت واقف بطريقة ثابتة، لاحظ أنه ما كانوا إيدي هيك، يعني كانوا إيدي بانبساط، وكان عم يبسط راحتيه للجمهور أكثر من مرة، بنشوفها بالفيديو عم يبسط راحتيه للجمهور، وكأنه مرحب فيهم، هو عم يتفاعل معهم، أبداً ما كان في حاجز بينه وبينهم، هو مش حاطط حاجز بينه وبينهم، لا، كان بالعكس كتير مرتاح، وبنشوفها بالفيديو. لكن الأهم من هذا كله أن الجنرال تخلى عن جملته الشهيرة في خطابه الأخير، وهي يا شعب لبنان العظيم، يا شعب لبنان العظيم، واستغنى عنها ب مواطنية الأحباء. فماذا عنكم أيها المشاهدون؟ لو طلبنا منكم وصف شخصية ميشيل عون فماذا ستكتبون؟ شاركونا في التعليقات.